أعزائي المشاهدين والمشتركين لدينا بالقناة جميعا، حياكم الله. نبدأ حديثنا كما تعودنا بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اليوم لدينا خامة جديد والتبر أو تربة جديد، سنتحدث عنها في هذا المقطع الفيديو بالتفصيل، والتي تسمى بخام البيريت. وهناك فرق بين خام البيريت وبين قشور الميكا، وسوف نعرض لكم في هذا المقطع الفيديو كيف يكون معدن البيريت أو خام البيريت، وكيف تكون قشور الميكا، حتى يتسنى للمشاهد الكريم معرفة الفرق بينهما. طبعا هذا هو البيريت، هذا البيريت وهو مطحون. كيف يصبح أثناء الطحن أو بعد الطحن يصبح بهذا الشكل وبهذا اللون؟ طبعا هذا الشكل بدون تحميص، وهذه الأحجار البيريت مع عروق الكورتز، تأتي مصاحبة لعروق الكورتز، وهي تحمل نسبة طيبة من الذهب والفضة. فإذا تواجد البيريت تواجد الذهب، ويعتبر خام البيريت يعني من أكثر الخامات بعد الكورتز، من أكثر الخامات التي يحمل معدن الذهب بعد معدن الكورتز. وهذه هي الخامات البيريت وخامات الكورتز، أحجار البيريت لا زال متسق مع أحجار الكورتز بهذا الشكل، كيف تأتي بهذه الطريقة. عندما يشاهدوها بعض الأشخاص الذي يجهل معدن الذهب أو يجهل معدن البيريت، يقول أنها ذهب أو يظن أنها ذهب، لكن هي ليست ذهب بالكامل، إنما هي معدن أو خام البيريت. وهذه تعتبر خامة أخرى من خام البيريت، لكنها منقى من عروق الكورتز، لا يوجد فيها أي كورتز، قمت بتنقيتها وتصويرها حتى يتسنى المشاهد معرفتها بالتفصيل. طبعا هي سهلة التكسير، ولتشاهد عزيزي المشاهد كيف هي وكيف تصبح بهذا الشكل، فيها لمعان تلمع، أول ما تشاهدها يعني كأنها ذهب، لكنها ليست ذهب بالكامل، فيها نسبة للعمل عليها. وأعتقد أنه يختلف البيريت وخام البيريت من منطقة إلى منطقة، أو من بيئة إلى بيئة، أو من بلاد إلى بلاد. هناك مناطق يتواجد فيها البيريت ويحمل خام معدن الذهب بنسبة طيبة أو بنسبة كبيرة جدا، وهذه الخامة يتواجد فيها نسبة لا بأس بها، يعني تحتاج العمل عليها. ولتشاهد الآن كيف هي، وهذه وهي مطحونة، تم تنقيتها من خام الكورتز وتم طحنها جيدا حتى أصبحت ناعمة بهذا الشكل، كيف تصبح. هذا هو خام البيريت. الكثير من الإخوة سيسأل عن قشور الميكا، سيأتي الدور عليها وسأشرح وسأريكم قشور الميكا كيف تأتي، وما هو الفرق بين قشور الميكا وما هو الفرق بين خام البيريت. وهذه كمان عينة من نفس الخامة، لكن ليست مطحونة، إنما هي ذراتها صغيرة، لم أطحنها بعد، ولكني قمت بتصويرها حتى يتم الشرع عليها بطريقة مفصلة حتى تكتمل الصورة لدى المشاهد وتعم الفائدة للجميع بإذن الله تعالى. كيف هي؟ هذا هو خام البيريت، وهي مطحونة، وهي على شكل ذرات صغيرة وعلى شكل أحجام كبير،
ليست بالكبيرة لكن متوسطة الشكل، عفوا متوسطة الحجم. وهذه هي متوسطة الحجم، ولا يوجد فيها أحجار كورتز، حاول تنقيتها قدر المستطاع حتى أصور لك عزيزي المشاهد وتصل المعلومة إليك بالتفصيل. أعرف أن الفيديو طويل قليل وسيكون بشكل ممل، لكن حتى تصل المعلومة إلى المشاهد ولمن أراد أن يستفيد. هذه هي، وهذه هي لا زالت تحمل عروق الكورتز. شرحت لكم كيف هي مع عروق الكورتز. هذه قشور الميكا، هذه الحجرة فيها قشور الميكا لكن سندعها على جنب. لكن هذه هي البيريت وفيها الكورتز. أريتكم وشرحت لكم كيف تم تنقيتها من أحجار الكورتز، وكيف هي وهي مطحونة، وكيف هي وهي ذرات صغيرة ليست مطحونة. طبعا يا أعزائي المشاهدين الكرام، عندما يكون هدف المبتدئ بالتعدين هو الإنتاج والبيع والاستغناء من أول تجربة، فيكون الفشل حليفه بالتأكيد. فلو كان معلمك بقربك ويجري عمليات التعديل من الألف إلى الياء أمام عينيك، كذلك لن تنجح بدون ممارسة وتكرار والوقوف على الأخطاء وتجارب. والذكاء هو أن تبدع وتتغلب على معلمك بالتطوير. فكيف بالذي يريد أن يتعلم بمحادثة؟ هل التعلم بالمحادثة تكفي؟ طبعا لا. هذه هي قشور الميكا، كيف تأتي قشور الميكا بهذا الشكل. الكثير من الإخوة سأل هل البريت هي قشور الميكا؟ أخي طبعا لا، قشور الميكا تختلف، تأتي على شكل قشور، أما البريت يأتي يعني شكله مقارب للذهب، لكن ملمسه ليس كملمس الذهب. ملمس الذهب يأتي مثل السكر إذا كان يعني ذهب ناضج أو ذهب خالص، كله يأتي ذهب ليس فيه معادن أخرى. هذه هي قشور الميكا، وما شاهدته في أول الفيديو هو يعتبر خام البيريت. قشور الميكا تنزل أو تخرج على شكل قشور، على شكل شفرات بهذا الشكل. هذه القشور لا تتعب نفسك عليها ولا تشتغل عليها نهائيا. طبعا التعلم بالمحادثة لا يكفي أبدا، يجب أن تقرأ بكثرة أولا، يجب أن تفكر وتفهم ما تقرأ، يجب أن تحرر أسئلة ناتجة عما تفكر به مما قرأت وتسأل، يجب أن تجري تجارب كثيرة بشرط أن لا تكون التجارب عشوائية، بل أن تحدد الخطأ بكل مرة وتبحث عن معالجتها حتى تنجح. طبعا أنا طحنت عينة من هذه العينات واشتغلت عليها حتى أصبحت ناعمة بهذا الشكل، واشتغلت عليها بفرم الفحم. قلت سأقوم بتجربة بعد الشغل عليها بفرم الفحم. طبعا اشتغلت عليها بفرم الفحم بدون مواد وبدون تحميص وبنار قوي، ليست قوية يعني بما فيه الكفاية حتى ينضج المعدن بشكل يعني كما هو مطلوب. يعني قلت أنا كتجربة، للتجربة فقط سأجرب وسأوافيكم بما حصل معي في هذه التجربة. طبعا إن أعجبك الفيديو لا تنسانا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، فنحن نتعب من أجلك حتى نوصل لك المعلومة مفيدة ومختصرة من الألف إلى الياء. فنحن نتعب كثير وتعبنا كثير وضحينا كثير. طبعا بعد انتهاء من السهر كانت هذه هي النتيجة.
قطع من الفضة وجدت في فرن الفحم بهذا الشكل، وفيها هذه الحبة، طبعا حبة من الذهب. طبعا هي ليست خالصة، ستشاهد لاحقا أجريت عليها عدة تجارب حتى نتأكد من أنها تحمل ذهب أو لا تحمل معدن ثمين. وهذه هي الفضة التي نتج من هذه التربة، ونتج منها ذلك الحبة. طبعا تعتبر كمية قليلة، كمية قليلة جدا، يعني ما اشتغلت عليه حدود حوالي كيلو، 1 كيلو أو يتجاوز الكيلو والنص، والنصف أعتقد. نتج، هذا هو الناتج الذي نتج أثناء الصهر في فرن الفحم. لم يبقى في فرن الفحم أي شيء سوى قليلا من الخبث، حاجة بسيطة جدا، وبقي هذا الذي تشاهده أمام العين. طبعا أنا قمت بالتصوير أثناء العمل، لكن وجدت أن التلفون غير شغال، أو الهاتف التصوير غير شغال. عفوا، قمت بفحص هذه الحبة وأخرجتها من وسط هذا. طبعا أفحصها بالمغناطيس، لا يلتقطها المغناطيس هذا نهائيا، لا يلتقطها المغناطيس. طبعا ستعتبر بأنها طيبة، لكن سأفحصها بمغناطيس النوديوم. مغناطيس النوديوم هذا مغناطيس قوي، طبعا يلتقطها المغناطيس هذا، مغناطيس النوديوم يعني يعتبر لا يزال فيها القليل من الحديد، هو ليس حديد، هو ليس حديد، لكن هي لم تنضج بعد، كما ذكر الهمداني في كتابه، بسبب النار أو بسبب ضعف النار أو قلة النار. كانت هذه النتائج. نتائج طيبة وغير متعبة، غير متعبة نهائيا، وتعتبر نتائج طيبة. وإذا حصلت على النار الكافية واشتغلت على كمية أكبر ستنتج أكثر. طبعا الحكمة تقول: كلما بالغت بتطهير الذكر والأنثى، الزوج والزوجة، يقصد الذكر والأنثى، التربة والنار، الروح والنفس، وأحسنت سكنهما بجسد واحد، كلما خرج الجنين نورا بالغ الجمال يركع تحته 24، لأنه ملك التهجين، طري كالعجين. النار مهمة، كلما بالغت بتطهير الذكر والأنثى، يقصد بها التربة والنار، كلما كانت النار قوية، الزوج والزوجة، الروح والنفس، وأحسنت جسدهم، وأحسنت سكنهما بجسد واحد، كلما خرج الجنين نوار بالغ الجمال. طبعا في كلام كبير وحكم كثيرة، ووجب على الإخوة الكثير، يعني في كثير من الإخوة يحتاج إلى كتاب الهمداني. إذا قرأت كتاب الهمداني وتابعت كتاب الهمداني، أعتقد ستكتفي من قنوات اليوتيوب، ولن تتابعها مرة أخرى إلا لزيادة المعلومة. كتاب الهمداني فيه كمية كبيرة من المعلومات، يعني أكثر مما تتخيل، أكثر مما تتوقع، شرح عن الأفرام، شرح عن كل شيء. هذه الحبة التي خرجت قمت باختبارها طبعا بمادة الزئبق، التقطها الزئبق من الأطراف أو من يعني من اتجاهات، حاولت أن أصورها بشكل أكبر وبشكل أكثر، وهذه صورة ليلية بشكل مقرب،
شوف كيف التقطها الزئبق من الأطراف من كميات المسمول الوسط الذي لم يلتقطه لم يكتمل بالنار بعد. وهذه ما ذكره الهمداني أبي محمد الحسن الهمداني في كتابه أفوال الصفحة 105. اقرأها بنفسك حتى تعرف ما يدور فيها، وستكتشف الأمر بنفسك عندما يصبح، عندما يطرح على وجه الذهب الحديد في العادة يبسه. قال: من الذهب من كثير وقليل وغليظ ورقيق، وعلى قدر يبس الذهب ولينه ولطافته. هذا هو في سبك الفحم. ومن الأفضل لك أن تنزل كتاب الهمداني، اسمه كتاب العقيقتين والجوهرتين، موجود في النت. أنزلت لكم كمان صورة لكتاب الهمداني، هذه هي صورة كتاب الهمداني، حتى تطلع عليها وتنزل كتاب الهمداني وتقرأ منه وتستفيد. واعذرونا على رداءة الصوت، فلقد أصبت والحمد لله بوعكة صحية، والحمد لله تحسنت قليلا. طبعا هذه التربة سوف أعمل عليها لاحقا في فرن البلوك الحراري، وسأريكم النتائج. سأعمل على هذه التربة وسأشرح لكم. طبعا هذه التربة قمت بتجهيزها من نفس العينة ومن نفس الخامة التي شرحت لكم عليها في أول الفيديو. سأعمل عليها في الفيديو القادم أو الفيديو بعد القادم حتى أتعافى من هذه الوعكة الصحية بإذن الله تعالى، وسأوافيكم بها بكل جديد. سأخبركم بالتفصيل عن كيفية خلط المواد مع هذه التربة، وكيف يتم العمل عليها من الألف إلى الياء عن طريقة الصهر في فرن البلوك الحراري، وما هي المواد المطلوبة والتي يجب أن تضاف لهذه التربة أثناء الصهر في البلوك الحراري. واعذروني على الإطالة، واعذروني على رداءة الصوت. عزيزي المشاهد، لا تنسانا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. لا يسعني بالأخير إلا أن أقول لكم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فيديو قادم بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.